ملف زياده اسعار الادويه تحديدا، لان ده من اهم واخطر الملفات زي ما قلنا لحضراتكم. الناس ممكن تصبر على الاكل، لكن صعب جدا ان المريض يصبر على عدم وجود العلاج او الدواء الملازم ليه. المفروض ان النهارده الصحه بتعلن قوائم الادويه والارتفاع اللي هيتم فيها النهارده. زي ما قلت لحضراتكم هتعلن ده وزاره الصحه بشكل نهائي، قوائم هتكون موجوده وتحدد فيها الاسعار اللي هتزيد. قال وزير الصحه دكتور احمد عماد انه هيتم عقد مؤتمر صحفي اليوم لاعلان القوائم. الزياده الجديده هتتضمن 3000 صنف من بين 12000 صنف، وهو ما تتراوح نسبته بين 15% للادويه المحليه، 20% للادويه المستورده، وكمان هتشمل الزياده نسبه من 5 لـ10% ده من قوائم ادويه الامراض المزمنه. خلينا اكلم حضراتكم بالتفصيل بشكل موسع اكتر. الزياده الجديده بالنسبه للادويه المحليه هتكون ازاي؟ خليني اقول لكم ان الادويه اللي سعرها من 1 لـ50 جنيه، مره ثانيه، الادويه اللي سعرها من جنيه لـ50 جنيه هترتفع بنسبه 50%. الادويه اللي بيتراوح سعرها من 50 لـ100 جنيه هيرتفع سعرها بنسبه 40%. الادويه اللي بيزيد سعرها عن 100 جنيه هترتفع بنسبه 30%، أما بالنسبة للأدوية المستوردة هتزيد بنسبة 50% للأدوية اللي سعرها بيتراوح بين جنيه لـ50 جنيه، والأدوية اللي سعرها فوق الـ50 جنيه هترتفع بنسبة 40%. الزيادات المقررة من وزارة الصحة هتطبق على العبوة المباعة وليس على الوحدة. السؤال المهم، هل شركات الأدوية هتلتزم بالفعل بتوفير منتجاتها من الأدوية في الأسواق؟ ولا ايه اللي هيحصل بالظبط؟ وايه مدى متابعه وزاره الصحه للكلام ده؟ خلينا نعرف تفاصيل اكتر ويجاوب لنا على هذه التساؤلات الدكتور ايمن ابو العلا، وكيل لجنه الصحه بمجلس النواب. دكتور ايمن صباح الخير يا فندم. اهلا بحضرتك معانا. اهلا بحضرتك. دكتور ايمن، هل حضراتكم كنواب بتمثلوا الشعب المصري راضيين، وفي لجنه الصحه طبعا تحديدا، راضيين عن هذه الزيادات وشايفين ان هي مناسبه ومقنعه لوضع المواطن المصري والوضع الاقتصادي اللي بتمر بيه مصر حاليا؟ هو طبعا يعني طبعا بالنسبه للمريض المصري لا يحتمل اي زيادات في اي سعر في اي اتجاه، لكن احنا دلوقتي امام نقص حاد في الادويه نتيجة عدم استيراد المواد الخام لارتفاع سعر الدولار، والدواء كما حضرتك تعلمي ان هو مسعر جبريا، فالشركات حاسه ان هي بتخسر في كل عبوات الدواء المنتجه. كان المباحثات ما بين الحكومه والشركات تحت اشراف طبعا في وجود اعضاء مجلس النواب في كثير من جلسات المباحثات، ان لا يمكن كل اسعار الدواء تزيد، لأن المواطن المصري ما احتملش، وخاصة الأدوية المزمنة والأدوية الحيوية. فتوصلوا إلى اتفاق ما فيما بينهم إن بس 15% من منتجات الشركات هي اللي مسموح بها إن هي تزيد سعرها أو يتحرك سعرها من جميع المنتجات. فالأدوية كلها ما زادتش، هم 15% من المنتجات بس هي اللي زادت بجميع تركيزاتها. عشان كده حضرتك حاسة إن هم عدد أكبر، لا، هو كل انت عارفه كل عبوه بيبقى فيها كذا تركيز وبيبقى فيها كذا نوع، سواء شراب او اقراص او اشياء اخرى او حقن او ذلك. طيب سياده النائب، المفروض اتفضل يا فندم اتفضل. النقطه الثانيه بس ان طبعا احنا كان شروط لجنه الصحه في هذه الزياده ان يكون في نوع من انواع الضمان الاجتماعي. على سبيل المثال ان لازم يزيد العلاج على نفقه الدوله وتضمن بعض الرشدات العاليه، يكون في لجنه ثلاثيه تحدد من لا يستطيع ان يدفع رشدته او علاجه ان تتولى الدوله هذا، لان لغير القادرين، لان مش مستحيل نسيب المواطن في روشته غاليه. وكان الضمان الثاني ان هو ما يكونش بما يعني يتناسب مع الزياده، ما يكونش الادويه المزمنه اللي هو المريض متعود يجيب روشته كل شهر يحس انها زادت عليه، لازم تكون الادويه دي خارج الادويه المزمنه. صحيح. طيب انا اكلم حضرتك في اخر جزئيه، ولكن سريعا عن اضراب الصيدليات. المفروض ان هو هيبدا من يوم الاحد المقبل الاضراب الجزئي، دور البرلمان هيكون ازاي في مواجهه هذه القضيه؟ احنا عملنا معاهم كذا جلسه للتوفيق الاوضاع، وما كان مطلبهم الاساسي حاجتين، اولا حكايه الخصومات على الدواء اللي هي الشركات كانت متعنتها في تنفيذها، حكايه 25-18 وصلنا لحل وسط، والمطلب الثاني كان الادويه منتهيه الصلاحيه في الصيدليات، الشركات كانت برضه تتقاعس انها تلمها، وصلنا لحل في هذا الموضوع.
واعتقد ان هو ان شاء الله باذن الله بجمعيتهم العموميه يوم السبت ان شاء الله يعدلوا عن هذا الاضراب، لان المواطن المصري الحقيقه مش مستحمل اي هزه في السوق في خلال عرض الدواء. المهم ان الشركات التي لن تعرض الدواء سواء غلي او مغليش في الاسواق يجب ان تعاقب عقاب عنيف، بحيث انها تبقى في عقاب مادي وفي سحب الترخيص منها، لان الموضوع امن قومي دلوقتي. اكيد يعني أكيد. احنا وافقنا على زياده بعض المنتجات 15% منها على ان توفر بقيه المنتجات في الاسواق فورا. اذا لم ينفذ هذا يعتبر هذا بقى من الهزل من الشركات، وعليها ان تعاقب عقاب مرير سواء مادي او بسحب الترخيص. صحيح. دكتور ايمن ابو العلا وكيل لجنه الصحه بمجلس النواب، بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا على